مرحبا، أنا سو، ورح نعمل اليوم وصفة كتير سهلة وبسيطة اللي هي سلطة الجرجير. عندي هون أنا كل المكونات اللي رح نستعملها بهالسلطة. أكيد الجرجير، جرجير غسلته قطعته ونشفته كتير منيح. عنا بندورة، فطر، وأكيد البصل. إذا بعدكم ما اشتركتوا بصفحة فتافيت على اليوتيوب، فوتوا هلأ اشتركوا لتقدروا تعملوا لايك وتعملوا الكومنت، وأكيد تعملوا لها شير مع أصحابكم. أول شي رح نعمله، رح نخلط البصل. أنا عندي هون البصل اوريدي مقطع جوانح، رح نخلطه بالسماء ونتركه على جنب. كرمال هيك رح جيب جاط شوي أكل. هيك بصير عنا البصل هيك شوي فيه نكهة الحموضة. رح نحط البصل بالجاط، رح حط فوق السماء ونخلطه. أكيد ما رح نستعمل كل البصل اللي بقلب الجاط. اللي ما بحب البصل في يستبدله يا أما ببصل أخضر. هون البصل خلصنا. هلأ رح بلش قطع المشرومز. أنا المشرومز ما بغسلهم، يا أما بتقشروا المشرومز الفريش، يا أما بس بالنابكن أو التشو تمسحوهم شوي من التراب. رح بلش قص المشرومز والبندورة. المشرومز رح نعملهم سلايسز بهالطريقة. أنا سلطة الجرجير من أكثر السلطات اللي بحبها وسهلة تنعمل. أنتو شو السلطة اللي بتحبوا تعملوها أكثر شيء أو بتستسهلوها؟ عطونا الكومنتس تبعكن عنا على صفحة فتافيت. وطبعاً لتشوفوا كل الوصفات ما تنسوا تكبسوا على الجرس اللي على صفحة فتافيت على اليوتيوب ليجيكم إشعار بكل الوصفات الجديدة اللي رح نعملها. عندي أنا هون المشروم قصيناه، البندورة انقصت already، رح جيب جاط أكبر كمان. أسهل شيء إنه نخلط السلطة بجاط كبير وبعدين ننقلها على جاط تاني. رح نحط الجرجير، المشرومز. مثل ما شايفين أنا هون مش كتير فرمي الجرجير لأنه أنا بحب السلطة يضل فيها كل شيء كبير. أنتوا إذا بتحبوا طبعاً سلطتكم تكون ناعمة فيكن تفرمون أكثر. حنزيد البندورة والبصل. شفتوا كيف صار لونها كتير حلو بس حطينا فيها السماء. هلأ نجهز الدريسنج اللي رح نحطه مع السلطة. رح نخلط بس هيك خلطة بسيطة. ومثل ما شايفين هيدي السلطة طبعاً إذا كنتوا كمان عم تعملوا دايت أو شيء كتير صحية، ما في بقلبها ولا شيء دهون أو شيء معقولة ينصح. عملنا هون السلطة، أنا عاصرة هون نص حامضة. رح نزيد عليها زيت زيتون. الجرجير بحب الحامض وبحب الزيت، سو قد ما بدكن فيكن تحطوا. رح حط بتصير. رح زيد عليها الملح ورشة بهار أسود. رح أخلطهم شوي. هي مركزة هي كده. صار الدريسنج جاهز، رح حطه فوق السلطة لنخلطها. على فكرة هي السلطة كيف انتو بتحبوا تعملوها. انا هون زدت عليها المشروم والبندورة والبصل. فيكن تعملوا البيس جرجير وتزيدوا عليها مثلا شمندر، فيكن تزيدوا عليها دجاج المشوي. انا هون كمان رح حط لها شوية فتا تشيز عشان تعطينا شوية بروتين. وهيك منبلش نخلط السلطة تبعنا، نحطها بالصحن لمي لتعمل عليه كل السحر ويبين السلطة كتير شكلها حلو وطيب. أنا رح أقطع باقي الجبنة عشان ما يتقدر تزينها على الصحن. وأكيد أكيد
تشتركوا بصفحة فتافيت على اليوتيوب، أولاً لتشاركونا بهيدي الوصفة لتتعلموا وصفات غيرها، وكمان لتقولولنا رأيكم أنتو شو أكتر سلطات بتحبوها أو شو بتحبوا تعملوا أكتر شي بالمطبخ. صارت سلطة الجرجير جاهزة عنا. ما تنسوا تشتركوا بصفحة فتافيت على اليوتيوب، تعملوا لايك كومنت وشير لتشوفوا كل الوصفات.